هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لخمسمائة فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج. هات إيدك في إيديا يا ليبيا وليبيا، اليوم جبت الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايديا يا ليبيا وليبيا، اليوم جبت الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايديا يا ليبيا وليبيا، اليوم جبت الحرية من ابن بلادي. هيا علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي يراك الله. متهوني نعطيك عيوني وفي قلبي تكوني نبض الحياة. فرحات هلال هو واحد من الشباب الليبي الناجح في حياته ومكون روحه من هو صغير، شايل المسؤولية على عاتقها، كون روحه مش ميأس في حياته ويسعى في رزقه ديما برغم انه هو متعين في الدولة، ولكن برغم هيك يشتغل مع باطا من هو صغير. ما نبيش نعطي تفاصيل اكتر، وبمبدأ يد تبني ويد تحارب لازم يكون شبابنا مثابر وفعلا يكون دوره فعال في بناء الدولة. ليش ما تبدأ؟ خلوكم معانا. فرحات، يا ريت تعرف السادة المشاهدين من هو فرحات، كيف بدا حياته، امتى تزوجت وامتى اشتغلت؟ احكي لي في فورميشن سريع هيك بدايه الرغب، كيف بديت انت طبعا تخدم؟ اعطينا فورميشن علي فرحات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كشاب ليبي طبعا، وطبعا انا طبعا تعينت في الدوله طبعا كموظف في الامن العام طبعا في 2008. وطبعا بسيرتي اللي طبعا سيرتي هناك فرحات، يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى اني طبعا اشتغلت طبعا كعملي في العصر الطبيعي يعني حوالي من 20 سنة. وللشاهد يعني على العمل هذا الوالد يعني في وقته يعني عمري ديما 23-24 سنة طبعا. ودخلت في تجارة العسل في مدينة طبرق واشتهرت بها في مدينة طبرق، وللشجعني أكثر حاجة نشكر الوالد اللي شجعني على هذا العمل.
تمام. والحمد لله عندها 20 سنة عند هذا اليوم ما زرت ما يأست وما زرت نشتغل وما زرت في العسل وشغلي كله في اختصاصي كله في العسل, أنواع العسل وش يعالج العسل وخبرتي في الأحشاب والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وسمحتي يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. ويعني نحن ما نقولش يعني في ناس خير مني أحسن يعني, نقولش أنا أحسن واحد يعني, في ناس في أتقي أحسن من يخر يعني, لكن الحمد لله يعني هذا تشجيع للشباب يعني اللي عنده مثلا شغلة معينة, عنده مثلا تجارة معينة يشتغل فيها وميأس. عمرك ما تيأس. كلامك منطقي وعين العاقل خويا راغب. اخويا فرحات معلش انا انت يعني واخذ علي واخذ عليك انك راغب. تمام تمام كل واحد كويس. فرحات انت حكيت لي قلت لي انك انت تخدم في الامن العام. تعينت سنه كم بالضبط؟ تعينت في 2008. 2008 من 2008 انت تعينت في الدوله وبديت تاخذ مثلا في راتب الى الان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كويس. عملك الثاني قلت لي من 20 سنة. رغم ما انت مواليد كم فرحات؟ طبعا انا مواليد 1981 ما شاء الله تبارك الله. نعم شاب مكافح. انا الحمد لله يوم 1/6/81 هذا مواليد. يبارك لك وربي يطول في عمرك ويحفظ لك عويلتك. انت طلعت فرحك. طبعا انا جوزت في سنة يعني في نهاية 2012 يعني نقوله 2013 يعني 2013 مرحلة التكوين. مرحلة التكوين فرحات انه هو اعتمد على نفسه خدم في تعين في الدوله في 2008 وعملك قلت لي من 20 سنه انك انت الحرفه هذه. هل انك انت واخذها يعني طيله فتره ما شاء الله انه وانت تخدم مع الوالد في هالحرفه في العسل حاط في راسك انك انت تكون روحك وانك انت تدير عيله وحاط في راسك الهدف هذا من البدايه انك انت تسعى في رزق في توسيع رزقك؟ لا الحمد لله طبعا بصراحه يعني انا بديت من الشغل هذا لان طبعا ايش مكون مستقبلي يعني كبي تبي تكون سكن تسكن وطبعا وقت نفس الوقت كبي يطلع فرح نتاعك عشان ايش طبعا سنه الله وصورتك كبي تتجوز وتكون عيله وتعيش حياتك يعني. كتب انت شاب يعني صغير في العمر يعني وعز الشباب وتقعد في البيت مثلا في الحوش مثلا العامية ونحكو نحن يعني بدير شيء مستقبلك يعني ربك معطيك صحه ومعطيك حيويه ومعطيك يعني والحمد لله في طبرك احنا في الشغل في التجاره اعمال واسعه يعني لكن عباره انك ايش انك يعني ايش انك تقاوم يعني. نشوفه في الشباب يا فرحات انهم هم يعني في نسبه واجده انهم هم تلقاهم يعني معلش يعني نحن شبابنا يعني ماذا بينا ان الشاب اللي بيكون هو بناء في دولته يعني في شريحه واجده نشوفه فيها اليوم يعني نزعل لما نشوف واحد طايح لها في القهوه. تو ما قلناش ان القهوه مثلا لا غلط ولا لا لا عدي 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 نفس علي روحك شويه وعدي قهوه مقاهي وكذا عادي, ولكن ليش انك انت يائس في هالحياه وبلادنا فيها الخير ونشوفه نحن حتى اللي مش ليبي اجنبي ومعايش معنا في بلادنا ومعاشرنا وقاعد ياكل ويشرب من رزق البلاد ربي يبارك له باهي الرزق على الله طبعا, لكن يعني انه هو ساعي ويخدم في ظروف صعبه يعني بلادنا فيها خير خيرات واجده راغب. ومرة رغب مرة فرحات أنا معلش سامحني. تمام تمام يعني بلادنا فيها الخير والشباب يعني للأسف نشوفه في فئة يعني الفئة السلبية اللي هي الطياح كيف ما نقوله إن هو ما يسعش. شنو تقول له في شباب الله أكبر شوفوا نحن الشباب قاعدين يشتغلوا في الكافيات وفي اللي دايرين مشاريع استثمارية يعني في يعني معلومة طبعا الشباب طبعا في شباب في اللي تلقاه ينزل في يحتل وفي مثلا في شباب ليبي نعرف منها في اللي تلقى سباك وفي مثلا يشتغل في البلاطه صنعاء يعني وفي اللي مثلا في اللي يحتل اخي ينزل في بلكي ينزل في دباشي ينزل في بضاعه يعني هذا يعتمد على عرقه طبعا بالحليه طبعا عرفت. والحاجه احنا الله موجود الحمد لله الواحد مش اليوم يقول لك ما اشتغلتش يأس من الله سبحانه وتعالى يقول لك اليوم ما اشتغلتش يعملك ما تيأس. تجيب اليوم جنيه تجيب بكره 2 جنيه تجيب مثلا بكره 10 جنيه تجيب 100 200 اللي يجيبها الله كويس اقتنع بحاجه واحده اللي يجيبها لربك كويس. مرات انت اليوم تشتغل ب 100 جنيه مرات انت بكره تشتغل ب 100 مرات 200 يعني نحن الفكره احنا وصلنا للشباب من ناحيه برنامجك انت ايش ليش ما نبدا بحرفه معينه ولكن الحرفه نحاول نطور من نفسي فيها يعني صح. مش نمسك شيء واحد مثلا انت دير محل تجاره المحل التجاره هذا كيف بتطور انت ما تخليش نفس ما هو كيف بتطور اخره يعني كل يوم في تطور ديما خلي اعتقاد ديما على الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ربك يفرج يعني ده ان شاء الله يا راغب. راغب معلش انا خلاص راغب معايا راغب
تمام. فرحات نحن يعني توفي من في من حيتفرج علينا ويشوف فينا في الشهر الفضيل انه هو في من ينتقدنا يقول لك به الدوله. انا معاك الدوله يعني فعلا يفترض في الدولة إن هي تهتم بالشاب الليبي، إن هي تهتم بالكوادر الخريجين الجامعات، إن هي يعني بس أنا برضو نبي نقول إن هذا مش عذر ولا تكون شماعة إن عباتي تكون دي مع الدولة. أنا ننظر نبحث على موضوع إن الشاب ليش ما يسعى في رزقه وما يكونش متكل على حاجة واحدة بس. تو أنت مثلاً غدر، أنت مثلاً شاب متجوز مثلاً وعنده ابنة عرفت وينزل، طبعاً ينزل راتب نهاية شهر، يعني انت تخيل انت ما تشتغلش، انت ما عندكش عمل اخر خاطر راتب، تمام، ما عندكش كيف تطلع جنيه، انت ترجع انت لعند نهايه الشهر عشان تصرف، تقدرش يعني طويل عسى يبقى عندك عمل مثلا طلع في اليوم مثلا سبيل المثال نقول مثلا صاحب تاكسي يشتغل، صاحب تاكسي يضرب يشتغل مثلا يطلع مثلا يجيب كما نقول احنا بالطبرق يعني بالليبي خاصه يعني تمام. يعني مثلا يضمن يجيب حكه حليبه في اللي يجيب قطه سخانه ويضمن خبزته عرفت، يعني حاجات القليله يعني دوب المصروف يعني عرفت، عنده ينزل راتبه وراتبه يبي يصرف حاجات الخاصه يعني عرفت. هي الفكره تبي عزيمه راغب، تبي عزيمه وتبي اصرار وتبي واحد يفكر صح ويكون ايجابي ومتيأس. تو احنا مشكلتنا الشباب الليبي اي حتى يدور مؤساة يعني ديما يأس، يعني كيشتغل اليوم يقول لك ما يشتغلش ما تنفعش معي الشغلة هذه، نشوف شغلة احسن منك، يعني انت خليك في شغلتك هذه. بس لاحظنا فرحات ان في ناس ومن الشباب ان يعني ما شاء الله عليهم، يعني للامانه الواحد يعني ما بيش يقول ان الشباب كله سلبي، نحن نحاربه في الفئه هذه بحيث ان احنا نحاول ان احنا ننوروهم ولكن ونشجعهم، وحنجيب لهم امثله على فكره من خلال برنامجنا، حنجيب حنمشوا الاجانب عرب عايشين معانا وانهم هم نشوفهم كيف عايشين ومستقرين وكذا كاكبر دليل ان بلادنا فيها خير برغم ان هي تقارع في ارهاب. هي خير تو احنا شوف انت اقرب شيء شوف الاجانب نحن عندنا نشتغل، شوف الأجانب في اللي تلقاه سباك وفي اللي تلقاه يبني وفي اللي تلقاه كهربائي، يعني الحمد لله بيطلق فيه أعمال، في مثلا في كهرباء في سباك وفي مثلا بلاط في شغل عرفت، لكن نحن شوف أقرب شيء ما نشوف عندنا الأجانب نحن يشتغلوا وعظم تمام، يعني شوف ليش ما شاش شاب الليبي في فئات شباب ليبي يشتغلوا، ليش ما نقول لك في شباب ليبي يشتغل تمام. راغب حنخصص جزئية الأخيرة في برنامجنا ليش ما تبدأ، طبعا هو يعني برنامج خفيف ظريف نحن دايرين للناس نوروا فكرة ان الشاب الليبي يعني للأمانة نحن حننتقل للمحل بتاعك انت والوالد الله يحفظ لك، حنشوفه في كيفية انك انت كيف تخدم غادي وكيف يعني ممارسة عملك، انت طبعا تخصصك قلت لي عسل ما شاء الله، حنمشوا غادي ونشوفه ونكمله عقب حلقتنا من غادي. هو سنحن نطلع مع بعضنا تو عند المحل وصان تشوف العسل وناخذ تصويره غادي ونساره غادي ما فيش مشكله، نعطيكم عاد نوصلكم معلومه عاد على العسل 100%. فرحات اللي تدير فيه شنو هذا طول قدامنا، يعني انت قاعد تنزل في العسل وهذه المرحلة كم رقم كم؟ طبعا هذا عسل سدر تمام بيه. وهذه ننزل منها طبعا هذه حافظة هذه ناضجة يقول هي ناضجة حافظة هذه تحفظ العسل، النظام مشيش ما طلع في الزوال وتعبي العسل هذه، هذه يقول عليها ناضجة، هذا السدر وهذا عسل الدرياس تمام. الدرياس طبعا هذا قاتل البكتيريا قاتل الديدان في المعدة تمام. وخاصة ننصح به نبيدي عفان الله عفاكم أمراض الأورام وخاصة عنده مثلا خلايا سرطانية عليه بالعسل الدرياس لأنه قاتل الخلايا السرطانية ربي يحفظ هذا الدرياس وهذاك الربيع وهذا عسل الشبرو الشبر هذا عسل خروب الشبر مش حاطين عليه الورقه بتاعه لا حاطين عليه لكن العسل عارفين عسل الشبر تمام ما شاء الله عرفت الله. الشبر هذا عسل خروب هذا ننصح به نبيدي خاصه لأمراض القلب ما شاء الله القلب عليه بعسل الشبر هو الخروب لكن جماعه الجبل يقولوا عليه الشبر ما شاء الله بشرب الشبر يعني والعسل هذا نحن كحفتنا عسل لكن نحن بدرنا وطورنا ويعني وعندنا حتى شهادات تقدير هذا المعلقات كلهم يعني تطورنا وصلنا على مراحل طبعا علاجات الخلفه
عند التخف الخلفة مثلا، وعندك علاجات الأورام، علاجات المعدة، البكتيريا الحلزونية، فيروس كبد حفظنا الله عفاك، البي والسي، علاجات الأورام الحمد لله يعني صار منهم ما شاء الله تبارك الله. تمام، نحن ما بوش نحكي توا على موضوع العلاج وكذا، أنا بنشوف راغب كيف بدأ حياته وشاق طريقة في الشغلة وهالحرفة، إنه هو راجل يخدم في الدولة في عمل حكومي، ومن ثم إنه هو عنده حرفة أخرى اللي هو العسل الطبيعي ما شاء الله. العسل يعني حاجة يعني كويسة للعلاج كيف ما ذكرت لي. شفنا، عطيني جزئيتك مثلا تول بدايتك، أول ما بديت يعني من وانت سنك كم؟ يعني أنا بديت عمري 22-23 سنة ما شاء الله، يعني ديما من 2002-2003 يعني. طبعا مع الحاج ولا مع حد؟ الحاج طبعا، الحاج هذا هو اللي طبعا علمني، يعني نحن نتذكر احنا مزلنا صغار طبعا دوما نحقوا في هالدنيا دوما ونحقوا فيه متاع عسل يعني، وهو حرف تاع عسل يعني. لما عاد كبرت في السن شوي اضطر اني يخذني معاه ويعلمني ايش انواع العسل وايش العسل وهذا الصدر هذا زعات الربيع. بعد كم سنه تطورت وعرفت انواع العسل وخذت خبره حتى في العسل يعني. فرحات تضرقت النقطه مهمه ونبي ننوه عليها من خلال البرنامج، انك انت قلت للوالد، الوالد خذ بيدك من وانت صغير وكان ياخذ فيك ويوري فيك وكذا يعني يعود فيك على الشغل. هل تشوف ان هذا جانب مهم من الاسره، انه هو يعني حتى العويلة والشباب يعني إن مهمة مثلا الشاب اللي تلقاه راقد في حوشة وما يخدمش ويأس كيف ما حكينا بدري، تشوف إنها حتى دور الأسرة لها دور، إن الأب حتى هو مفروض يعود ولده على إنه هو يعتمد على روحه، إنه هو يحرك على رزقه، وإنه هو يسعى. هذا شيء طبيعي طبعا، هذا حسب الأب بروحه. في الأب يساعد في ابنائه يعني إنه يصبي، إنه يشتغل، يعتمد على نفسه ويخش في مجال مثلا عمل معين طبعا. وفي أبهات ممكن مش معدل عيد، لكن في أبهات تلقاه مصبي مع اللي يبي يكبر وش يبي منه بالآخر بالكل، ما يريد منه شيء، يبي إنه يكبر ويلقى شغلة يشتغلها ويكون نفسه، يكون أسرة عرفت، ويصرف على نفسه بالآخر بالكل. الأب يبي ولده شيرة، ما يبي إلا يكون أحسن منه أخر. مرة راغب مرة فرحات، انت عاد على الفيس راغب. لا طبعا فاهم حاجة المشاهدين، طبعا راغب هذا اسم الشهرة في عبر التواصل الاجتماعي. يا راغب نسألك سؤال بالله عليك، الحاجات القديمة اللي تنزل لي فين هدينا ديما نشوف فيك تنزل، من متذكر الجيل القديم الجيل الذهبي، يعني تنزل في حاجات شهادة لنا وحنوريه الكام تو حتشوفون في الصفحة مشاهدين كيف ما تشوف فيها قدامكم. راغب يحب المقتنيات القديمة ينزل فيهن، ومش عارف منين لدرجة التعليقات تقول لك منين تلقى فين. طبعا نبيدي طبعا غالي الحاج القديم، غالي علي الزمن الجميل طبعا، مريت مراحل الزمن الجميل عرفت وصوا، طبعا نحتفظ بين في جهاز ونبغى ننزل فيه الناس نخطر عليهم ايام زمان يعني. طبعا دينا هي انت مازال ما نزلت لنا ساسوكي، بس لا ساسوكي الوحيد اسمه نزلته ساسوكي، لكن قريب ان شاء الله راد عملاق ساسوكي. ربي يعينك يا راغب وربي يقويك ان شاء الله، صحتك طيب وانت طيب. من مبدا كلمة يد تبني ويد تحارب، طبعا هذا مبدأ يعني ناخذوه على طول حياتنا يعني في شتى الظروف، يعني عملنا واجبنا تجاه وطننا وبلادنا ان نحن نكونوا ايجابيين ما نش سلبيين. خويا راغب، رساله تحب تختم بها في اولى حلقات ليش ما تبدا؟ راغب ليش ما تبدا برنامج حلو طبعا، ليش ما تبدا نتمنى نختم ختام ان شاء الله يا رب يحفظ ليبيا، وان شاء الله يحفظ شبابنا وشيابنا وجمع اجلي ويعم الأمن والأمان إن شاء الله، ورب وفرح الشعب الليبي إن شاء الله. وبنمش كم سمح يعني جديدة ليش ما تبدأ. هات إيدك في دي يا ليبي وليبي، اليوم جبت الحرية نبنو بلادي هيا. هات إيدك في دي يا ليبي وليبي، اليوم جبت الحرية الحرية نبنو بلادي هيا. عالي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. عالي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي حياتي.
هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لـ500 فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج.